امرأة ماتت وهي تولد وهي تلد ومات والدها بعدها بأسبوع، هل ترث الحفيدة من هذا الرجل؟ ينظر هل للرجل أبناء؟ إذا كان له أبناء يحجبون هذه الحفيدة، إلا أن الدولة تقضي للأحفاد بميراث الآباء لو كانوا أحياء أو بميراث الأمهات لو كانوا، تقضي الدولة بالوصية الواجبة بما لا يتجاوز الثلث، وجزاك الله خيرا.